يوم القيامة بعد أن يلجم العرق الناس الجاما وتدنو منهم الشمس، يحتاج الناس إلى الشرب قبل المرور على الصراط. فمن الأمور التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم الحوض المورود. حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك. ثمرة الشرب منه، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيأتي الناس يحتاج الآن إلى شرب بعد أن تدنو منهم الشمس، فيأتي الناس ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد يذاد عن هذا الحوض أقواما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما معنى هذا؟ أي أن الذي يبتدع في دين الله في الدنيا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجزاء من جنس العمل، يبعد هنا من الحوض. والذي يشرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنها، الثمر الشرب من هذا الحوض. إن شاء الله سبحانه وتعالى لي ولكم من فضله يا رب.